مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء الطيبة التي يحبها الكثير من الأهالي، لأنه من الأسماء الدينية التي تحمل معان طيبة وقيمة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم عبد الستار. عبد الستار اسم علم مذكر عربي مركب بالإضافة عبد، وهو المخلوق المطيع والخاضع لله عز وجل والملتزم بشرائعه والمؤدي لفرائضه. والستار صفة من صفات الله عز وجل، وهو بصيغة فعال المبالغ من الفعل ستر، أي غطى وحجب. والستار هو الله كثير الستر لعيوب عباده. والستار في حق العبد هو كاتم الأسرار ومخفيها، كثير الستر ومن يغطي عيوب الآخرين. صفات حامل هذا الاسم: إنسان هادئ ومسالم، لا يحب العنف والمواجهة، قليل الكلام، طويل الصمت، شديد الذكاء، متواضع مع الناس، لكنه يحب التميز في أسلوب تصرفه ونمط عيشه، يحب وضع كل شيء في مكانه الصحيح ويكره الفوضى، يميل أحيانا للتدخل في الشؤون الخاصة للآخرين. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم عبد الستار؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.